بسم الله الرحمن الرحيم، أكو المهندس يوسف الحراني صاحب قناة تلمس. أهلا وسهلا فيكم في هذا الكورس المجاني فكرة مشروعك الخاص، واللي حيكون على حسابي على يودمي. إن شاء الله حنتكلم في هذا الكورس عن كيفية إيجاد فكرة مشروعك الخاص، وحتكون قادر على إيجاد فكرة مشروعك بإذن الله بعد مشاهدة هذا الكورس. وخليني في البداية أعرف عن نفسي، لأنه أنت من حقك كمشاهد تعرف مين اللي هيعطيك هذا الكورس. طبعا معكم أخوكم الفقير إلى الله يوسف الحراني، خريج كلية الهندسة، ماجستير إدارة أعمال، دبلوم إدارة ودبلوم ريادة الأعمال. طبعا أنا اشتغلت في العديد من الشركات والمؤسسات المحلية والدولية في بلدي، وإن شاء الله حنقل هذه الخبرة العملية والعلمية لحضراتكم من خلال هذا الكورس، لأني أنا طبعا شاركت في كثير من المسابقات والحاضنات التكنولوجية اللي بتناقش أفكار المشاريع، وتقدمت بكثير من الأفكار لهذه المشاريع، والحمد لله نالت وحصلت على المراحل النهائية، واللي أنا حاليا اليوم بنفذ بعض الأفكار اللي أنا طبعا قدمتها لهذه الحاضنات والشركات، والحمد لله شاركت في فرق لتقييم بعض المشاريع، ووجدت منها الحلول والمشاكل اللي بتواجه ريادي الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة. الحمد لله صغت هذا الكورس لكل شخص ليتمكن من إيجاد فكرته الخاصة أو فكرة مشروع خاص اللي بتناسب هواياته ومجالاته ودراسته ومؤهلاته. فخليكم معنا في هذا الكورس لتصبح قادر على إيجاد فكرتك بعد اليوم، ولن يكون لديك مبرر أو عذر لعدم البدء بمشروعك الخاص، أو حتى على الأقل إيجاد الفكرة المناسبة لحضرتك. وخلينا قبل ما نبدأ نستعرض أجندة هذا الكورس إن شاء الله، في نقطة مهمة لازم أعرج عليها، أنه حلقات هذا الكورس هي حلقات تم تحميلها سابقا على قناة 10 minutes. اللي بحب طبعا يرجع لهذه القناة ممكن يشاهد عليها مواضيع متعددة ومميزة عن البزنس وعن الريادة وعن تطوير الذات. اللي بحب يتابعني طبعا أنا بتشرف بانضمام كل هذه القناة والاشتراك فيها، لكن أنا هذا الكورس أنا جمعته من قناة 10 minutes للحلقة المحملة، وإن شاء الله تكون فيها فائدة كبيرة لحضرتك وتساعدك، لأنه هي بتحتوي على طرق وتقنيات ومهارات اللي هي بتحدد فكرة مشروعك الخاص بناء على اللي هي الخبرات والمؤهلات اللي حضرتك أنت بتمتلكها. وخليك معي لنستعرض الأجندة وأهم البنود الرئيسية اللي حتتعلمها في هذا الكورس خلال هذه الحلقات. وخلينا نتناول مع بعض أعزائي المشاهدين أجندة الحلقة الأولى. طبعا حتحتوي على أهم المعايير التي تساعدك على تحديد اختيار الفكرة، وهو بنسميه طبعا مثلث تقييد الفكرة أو النموذج الخاص بالمعايير اللي بتقيم فكرة مشروعك. طبعا هذه الفكرة هترجع لهذا المثلث بحيث انها هل بتناسب مهاراتك، قدراتك، مواهبك، شغفك، فبالتالي مثلث تقييد الفكرة حيكون خير دليل يساعدك على الحكم على مدى نجاح وفشل هذه الفكرة. طبعا حنتحدث خلال الحلقة الأولى عن تصنيف دان لويس لاختيار الأفكار المناسبة، واللي حيعزز من قدرتك على اختيار الفكرة المناسبة. طبعا وأنا أرفقت في هذه الحلقة اللي هو جدول للعصف الذهني اللي حيساعدك في اختيار الفكرة المناسبة من خلال طريقة العصف الذهني للأفكار. أما في الحلقة الثانية حنستعرض مع بعض 12 مصدر وتقنية لإيجاد فكرة مشروعك الخاص، واللي حتكون خير دليل لحضرتك إنها تساعدك على إيجاد الفكرة المناسبة، مثل مواقع ماركات البحث العالمية، المواقع المتخصصة في مجال ريادة الأعمال والبزنس. وحنختم الحلقة بأهم النصائح التي يجب أن تأخذها على محمل الجد عند إيجاد فكرة مشروعك الخاص. والحلقة الثالثة أعزائي المشاهدين حنستعرض مع حضراتكم 8 أفكار ملهمة ورائعة لأفكار مشاريع خاصة ممكن أنت تبدأ فيها خلال العام 2020. وأنا تعمدت بإدراج بعض الأفكار التي لا تحتاج إلى تكلفة أو رأس مال، وهذا طبعا لن يكون لديك مبرر أو عذر لعدم بدء فكرتك أو مشروعك الخاص. واللي أنا شخصيا بدأت بهذه الأفكار بدون طبعا أي تكلفة، بدون أي رأس مال يذكر. يعني لا تقف مكانك، أنت لست شجرة، اتحرك، اعمل كل يوم خطوة، بادر ولو بحاجة واحدة اللي توصلك لإيجاد فكرتك وتبدأ منها مشروعك الخاص. أما بالنسبة للحلقة الرابعة سوف تتضمن الشرح العملي لبعض الأفكار اللي احنا استعرضناها في الحلقة السابقة، وإن شاء الله قد تكون هذه بداية خطوة عملية رائعة لحضرتك نحو الاستقلال المالي والحرية المالية اللي احنا بنشدها جميعا بإذن الله تعالى خلال العام 2020.
طبعا انا كنت حريص على اضافه بعض الافكار واشرحها بشكل عملي، اللي هي الافكار اللي انت ممكن تعمل فيها عن بعد وانت في البيت، يعني امر لا يكلفك المال بتاتا، يعني اشتغل وانت في البيت، خصوصا في ظل الاوضاع العالميه اللي احنا بنعاني منها من مرض الكورونا، عافانا الله وإياكم. أعزائي المشاهدين، هيك أنا بكون أنهيت معكم حلقة مقدمة الكورس واللي هي تعرفنا فيها على الأجندة العامة لهذا الكورس. بتأمل تستفيد من هذا الكورس، ولا تنساني في دعوة خالصة في ظهر الغيب. بتمنى إن شاء الله أشوفكم على قناة تيمينس، ولا تنسوا الاشتراك لأنه فيها مواضيع متنوعة مميزة إن شاء الله تستفيدوا منها خلال حياتكم مسيرتكم المهنية. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم المهندس يسر من قناة تيمس. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة ورائعة ومميزة من كورس أنشأ مشروعك الخاص، واللي حنتناول فيها جانب مهم جدا يهم جميع الأشخاص في حياتنا العملية. وخلينا نبدأ بسؤال رئيسي: كيف أجد فكرة مشروعي الخاص؟ الإجابة على هذا السؤال إن شاء الله ستجدها في حلقة هذا اليوم والحلقة القادمة، اللي حنجاوب فيها على أهم المصادر والاستراتيجيات اللي أنت ممكن تتبناها وتعتمدها لكي تجد فكرة مشروعك الخاص واللي بتناسب هواياتك ومهاراتك وشغفك الخاص. عشان هيك أنا بطلب منك الاشتراك في القناة والإعجاب بهذا الفيديو وتخليك معي بعد هذا الفاصل. وبنبدأ معكم بمقولة جميلة لعالم الإدارة الكبير بيتر دراكر، مقولة جميلة ورائعة كما أعجبتني، أفكار جميلة أفكار مبدعة، الكيلوغرام بعشرة سنت. ويقول الخبراء أيضا أن أفضل المشاريع التي تمنحك فرصة تطبيق المعارف والخبرات والهوايات التي تمتلكها ولك شغف كبير بها، وبالتالي تزيد من ثقتك بنفسك وتزيد من احترامك لذاتك، وبالتالي توفر لك نوع من الدخل أو توفر لك كسبا من المال الذي يوفر لك حياة كريمة. وتحدثنا في الحلقة الماضية مع حضراتكم عن أهم الأفكار اللي ممكن أنت تبدأ بها العام 2020. أنا طبعا حترك لكم رابط هذا الفيديو في وصف الفيديو وفي أعلى الشاشة لمن يود الاطلاع على هذه الأفكار، وبالتالي ممكن يستعين فيها ويبدأ بها مشروعه الخاص. وخلينا نرجع مع حضراتكم للسؤال الذي طرحناه في بداية الحلقة: كيف أجد فكرة مشروعي الخاص؟ ما هي أهم المصادر؟ ما هي الاستراتيجيات اللي أنا ممكن أبدأ بها مشروعي الخاص؟ كيف أنا ممكن أختار الأفكار أو المصادر اللي أنا ممكن أختار منها فكرة مشروعي لكي أبني نموذج العمل الخاص بي لمشروعي المستقبلي؟ وللأسف كثير من الأشخاص لا يعرف الطريق لبدء مشروعه الخاص، لا يعرف ما هو المنتج أو الخدمة المناسبة لكي يقوم بتقديمها لجمهوره الخاص. وبالتالي هذه الحلقة إن شاء الله سوف تجيب على هذا التساؤل اللي برابطك في بداية مشروعك الخاص. والآن ركزوا معي أعزائي المشاهدين على العوامل الثلاثة أو المعايير الثلاثة اللي أنت لازم تختار مشروعك الخاص بناء عليها. خلينا نتعرف على هذه المعايير من خلال هذا المثلث. زي ما أنتم ملاحظين لدينا المعيار الأول هو الهواية أو المهارة أو الخبرة أو المؤهلات. اختر الفكرة بحيث تتناسب مع خبراتك، مؤهلاتك، هواياتك، ميولك، وإذا كانت هذه العوامل، ولكن يجب أن تختار الفكرة التي تناسب هذا المعيار. المعيار الثاني هو الحاجة أو هناك جمهور يكون مستهدف، تقوم بتلبية حاجة معينة لجمهور معين. إذا يجب على فكرتك أن تلبي احتياج معين لجمهور معين. المعيار الثالث هو الشغف أو الحب. هل لديك شغف كبير أو حب كبير لهذه الفكرة؟ لماذا هذا الشغف مهم جدا وهو عامل مهم جدا؟ لأن الرغبة أو الشغف هو الذي سيوقظك صباحا، هو الذي يجعلك تسهر الليالي الطويلة وتتأخر في ساعات متأخرة لكي تقوم بالعمل على مشروعك الخاص أو بأداء مهمة تساعدك على إنجاز مشروعك الخاص. يبقى المعايير الثلاثة هذه مهمة جدا لتتكامل فكرة مشروعك وتكون فكرة نموذجية قابلة للنجاح. وخلينا نطرح مع بعض أعزائي المشاهدين السؤال التالي على هذه المعايير: ما مدى درجة تقاطر الشغف مع الهواية والمهارة أو الخبرة؟ ما مدى درجة تقاطر الشغف أو الحب مع الحاجة التي سوف تلبيها لجمهور معين؟ ما مدى درجة تقاطر المعايير الثلاثة مع بعضها؟ هل هي معايير متكاملة ومتوفرة في فكرة مشروعك؟ إذا كان كذلك فهي فكرة مكتملة وفكرة يعني قابلة للنجاح بدون أي نقاش.
بينما إذا لم تكن هناك بعض المعايير أو معيار واحد ناقص من هذه الفكرة، فقد يشوب هذه الفكرة بعض اللي هو النقص أو بعض العيب. إذا حاول أن تختار فكرة تكتمل فيها هذه المعايير حتى فكرتك تكون قوية وممكن يكون لها ميزة تنافسية في المستقبل البعيد. خلينا نضرب لحضراتكم اللي هو بعض الأمثلة. مثال ذلك مهندس تخرج من كلية الهندسة أو الهندسة المدنية، وكثير من الزملاء اللي هم تخرجوا من هذا المجال ولكنهم يعملون في وظائف إدارية بحتة. أيضا هناك سيدات طبعا تخرجنا من أيضا من كلية الطب أو كلية الهندسة ولكن يشتهرنا بفن الطبخ أو كان مشروع خاص في مجال الطبخ وإعداد الأكلات والوجبات الشهية. لذلك نرى هناك اختلاف وفرق واضح بين اختيار الفكرة بناء على الشغف أو الحب أو بناء على المهارة والخبرة والمؤهلات أو بناء على حاجة يتم تلبيتها لجمهور معين. لذلك يجب عليك اختيار الفكرة وفقا لهذا المثلث، واللي أنا بسمي هذه المعايير هي الكونسترينز لأي فكرة مشروع أنت بتحاول اللي هو تدرس هذه الفكرة وتشوف هل هي قابلة للنجاح أم قابلة للفشل. هذا المثلث سوف يساعدك على اختيار الفكرة الصحيحة. وخلينا نشوف مع بعض أعزائي المشاهدين تصنيف الأفكار وكيف دان لويس صنف الأفكار طبعا تبعا لنوعها. هناك تصنيف اللي هو الأفكار العفوية والأفكار المعمقة. زي ما تشايفين أو ملاحظين من اسم هذه الأفكار، الأفكار العفوية ممكن تطرأ لك على هذه الأفكار أثناء قيادة السيارة، أثناء الاستحمام، أثناء قراءة كتاب، أثناء سيرك في الطريق، وتبقى العمل اللي أنت بتمارسه ممكن تجيك فكرة على بالك. بالتالي دون هذه الأفكار لأنها فكرة مهمة جدا، ممكن هي تكون فكرة لتغيير حياتك بالكامل أو لبداية مشروعك الخاص. بالتالي لا تهمل الأفكار السريعة أو اللحظية. أما بالنسبة للفكرة المعمقة فهي من اسمها طبعا تعتبر فكرة بعد تفكير طويل أو عميق، وهذا ممكن تصادف كثير من الأشخاص أثناء عملهم خصوصا في العمل اليومي، اللي ممكن كثير من الأشخاص أن يهمل هذه المشكلة ولا يجد لها حلا ويتجاوز عنها ويستكمل طبعا مسيرة حياته أو مسيرة عمله اللي هو طبعا ينشدها. وبالتالي هناك بعض الأشخاص لا، يعني يقف عند هذه المشكلة ويجد لها الحل ويفكر فيها بشكل معمق، وربما تكون له طبعا باب رزق كبير أو باب اللي هو بدء مشروعه الخاص. فبالتالي لا تهمل المشاكل وحاول انك دائما تفكر بها بشكل معمق لعلها تكون بداية لتغيير الحياة اللي انت تتمناها. أعزائي المشاهدين، خلينا نستعرض معكم الآن اللي هو تقنية العصف الذهني لاختيار الفكرة الخاصة بنا. طبعا زي ما انتم ملاحظين انا يعني عملت اللي هو جدول في رقم الفكرة في اسم الفكرة. هذا طبعا خلينا نستخدم تقنية العصف الذهني اللي هو ممكن تساعدك على انه انت تنتقي الافكار اللي هي بتتناسب طبعا مع هواياتك، مهاراتك، مؤهلاتك، خبراتك، وتتقاطع مع الشغف او الحب لهذه الفكرة ومع حاجة يتم تلبيتها للناس. لا تنسى اثناء اللي هو تقنية العصف الذهني انه انت تتقيد بالمثلث اللي احنا ذكرناه قبل قليل، المعايير الثلاثة لكي تكون فكرتك متكاملة الأركان. وخلينا نصار بعض هذه الأفكار. ممكن أنت تدون اسم فكرة مثلا فن الطبخ، لو أنت وجدت نفسك ماهر في الطبخ وإعداد الأكلات والوجبات الشهية وفي مجتمع اللي هو ممكن أنت تبيع له هذه الأكلات أو هذه الوجبات، ممكن أنت تتخصص في إعداد وجبة معينة أو وجبتين أو ثلاثة وبعدين تشوف كيف مدى التقدم. لو أنت وجدت عندك طبعا المؤهلات والخبرات، في عندك هواية وشغف وحب لهذا اللي هو الفن، وفي هناك جمهور ممكن يشتري منك، فبالتالي توكل على الله في هذا المشروع. ممكن ايضا نقترح عليك اللي هو فكره الرسم والفنون، ممكن فكره التصميم، البرمجه، التطبيقات والمواقع. هناك افكار كثيره ممكن انت تبدا فيها. حاول تدون الافكار اللي هي تتقاطع مع شغفك، مع رغبتك، مع مؤهلاتك، خبراتك وميولك ايضا، وما احتياج ما سوف تلبيه للناس. إذا عند ملء هذا الجدول اسأل نفسك هل فكرتي سوف تلبي احتياج لهؤلاء الناس أو لمجتمع محلي أو لمجتمع عالمي؟ هل فكرتك سوف تلاقي قبول لدى هذه الفئة؟ هل الفكرة تتلائم مع خبراتك ومؤهلاتك وميولك وشغفك وحبك ورغبتك لهذه الفكرة؟ إذا اكتملت هذه المعايير فإن فكرتك ستكون إن شاء الله ناجحة ومتميزة عن الآخرين. إذا اعتني
بالأفكار التي سوف تملأها في هذا الجدول، ومرحلة تقييم هذه الأفكار سوف تأتي فيما بعد. يعني لا تستعجل في اختيار الفكرة التي تتناسب مع المعايير الثلاثة التي ذكرناها في الجدول قبل قليل. حاول أنه أنت تصرح وتجول وتسمح لعقلك بأن يبدأ في اختيار الأفكار، ومجرد أنه هو الفكرة طرأت على عقلك يجب أن تدونها في هذا الجدول، وبعده قيم براحتك وقيم في وقت آخر ليكون التقييم عادلا ويكون له تقييم صحيح. وبهيك أعزائي المشاهدين أنا بكون أنهيت حلقتي لهذا اليوم من كورس أنشئ مشروعك الخاص الحلقة الخامسة. إن شاء الله بشوفكم في الحلقة القادمة اللي إحنا حنتناول فيها ما هي الأماكن والمواقع اللي أنت ممكن تبحث فيها وتساعدك على إيجاد الأفكار المناسبة اللي تتناسب مع شخصيتك ومع زبائنك ومع الترند العالمي السائد في هذا الوقت. عشان هيك أنا بدعوكم لمشاهدة هذه الحلقة، ما تنسوا الاشتراك وما تنسوا الإعجاب لهذا الفيديو. إن شاء الله تعالى بلقاكم في الحلقة القادمة على خير بإذن الله تعالى. وبختم حديثي لهذا اليوم بقوله عز وجل: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم المهندس يوسف الحراني من قناة تيرمينس. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة ورائعة من كورس أنشئ مشروعك الخاص. واليوم إحنا معكم بالحلقة السادسة من هذا الكورس، واللي بيحب طبعا يراجع حلقات الكورس حيجدها في قائمة تشغيل خاصة بها. وبنذكركم بالحلقة الماضية التي كانت بعنوان رئيسي هي: كيف أجد فكرة مشروعي الخاص؟ واستعرضنا فيها بعض النقاط الخاصة اللي هي ممكن تساعدك على إيجاد فكرة مشروعك الخاص. وحلقتنا اليوم طبعا هي استكمال الحلقة الماضية، حنستعرض فيها أهم المصادر والوسائل اللي ممكن تكون لنا خير دليل ومساعد على إيجاد وبلورة فكرة المشروع الخاص بنا. فخليكم معنا لنتناول هذه المصادر بعد هذا الفاصل، وركزوا معنا كويس لأن هي حلقة مفيدة جدا إن شاء الله وقيمة. وخلينا أعزائي المشاهدين نستعرض معكم الخطوة الأولى، وهي البحث في موقع محرك البحث العالمي جوجل، بالإضافة للمجلات والمكتبات العلمية المتخصصة في مجال البزنس وريادة الأعمال. أما بالنسبة للخطوة الثانية فهي ممكن أنا أبحث في المشاريع المشابهة لفكرة مشروعي أو المشاريع المتناقضة طبعا، وأدون يعني ما يطرأ في عقلك من أفكار، وبعد هيك بتيجي مرحلة التحليل في مرحلة لاحقة بعد ذلك. الخطوة الثالثة هي أنه تحول شغفك أو فكرتك أو خبرتك إلى مشروع تجاري أو إلى خدمة أو إلى سلعة تبيعها، ومن خلالها أنت تكسب إيراد كويس ومحترم. وخلينا يعني نذكر بالحلقة الماضية، حتجد هذه الخطوة مفصلة بشكل كبير في مثلث تقييد الفكرة. أتمنى أنه أنت ترجع للحلقة الأولى وتتابعها، حتجد في تفاصيل أكبر عن هذه الخطوة. أما بالنسبة للخطوة الرابعة فهي أن تجمع بين الأفكار المتشابهة أو الأفكار المتناقضة، وتحلل هذه الأفكار، شو العامل المشترك بينها أو العامل المتناقض ما بينها، وممكن أنت تخلق من بين هؤلاء العوامل اللي هو مشروع جديد أو خدمة جديدة أو سلعة ممكن أنت تبيعها للناس في هذا السوق الكبير. طبعا والخطوة الرابعة تعتبر مبدأ من مبادئ استراتيجية المحيط الأزرق اللي بتعتمد عليها تشكيل هذه الاستراتيجية، واللي حنستعرض معكم هذه الاستراتيجية في حلقات منفصلة بإذن الله تعالى في قناة Minutes. أما بالنسبة للخطوة الخامسة فهي: انظر إلى المشاكل أو الاحتياجات القائمة في مجتمعك والتي يحتاجها مجتمعك أو أنت تعاني منها شخصيا، اعمل على إيجاد حل لهذه المشكلة القائمة بشكل خدمة أو بشكل سلعة تقدمها، لتعمل على حل هذه المشكلة كمشروع تجاري، وبالتالي أنت ساهمت في حل مشكلة مجتمعية وإيجاد مشروع أو دخل خاص بك يولد عليك باب رزق جديد. الخطوة السادسة أعزائي المشاهدين: انظر إلى سوقك وانظر إلى السلع الغير متوفرة في هذا السوق واعمل على جلبها، واسأل زبائنك، اسأل السوق الذي تبيع فيه ما هي السلع الغير متوفرة في سوقك واعمل على جلبها من السوق الخارجي، وبالتالي هنا ممكن يكون مشروع تجاري يعني يحقق لك إيراد كبير. وصلنا معكم أعزائي المشاهدين الخطوة السابعة، وهي عرض منتج أو سلعة بطريقة مميزة
أو بطريقة عرض إبداعية مختلفة عن سابقتها. يعني منتج موجود في السوق ممكن أنت تطور وتحسن من أداء هذا المنتج من خلال إضافة قيمة أو خدمة عليه، من خلال طبعا الشكل، اللون، من خلال اللي هو التوصيل، من خلال إيجاد مساحة أو مكان للعب للأطفال، أو من خلال إيجاد موقف للسيارات وهكذا. يعني حاول تحسن على هذا المنتج أو الخدمة بإضافة خدمة جديدة. يعني هذا طبعا لا يكلفك شيء، ليش؟ لأنه المنتج موجود أو الخدمة موجودة، ولكن أنه أنت بتعمل على إضافة خدمة يعني بسيطة أنه تساهم في تغيير شكل وتقديم وعرض هذا المنتج في سوقك المحلي. وخلينا نضرب مثال على شركة سانجيرا التي طورت الحركة الميكانيكية لآلة الخياطة بالرجل بدلا من اليد، وبالتالي هي يعني أضافت شيء جديد أنه استخدام مكنة الخياطة من خلال الرجل بدلا من اليد. أما بالنسبة للخطوة الثامنة فهي مراقبة المنافسين وتحليل الأسواق، بالإضافة إلى زيارة المؤتمرات والمعارض الخاصة بالشركات والخدمات والمنتجات، بالإضافة إلى أيضا الاطلاع على براءات الاختراع اللي بقدمها المبتكرين والشركات اللي هي طبعا ترعاهم، اللي هي مؤسسات عالمية قد تكون هي نواة وخطوة جيدة لإنشاء فكرتك أو مشروعك الخاص. أما بالنسبة للخطوة التاسعة فهي الشركات الناشئة أفكارها الملهمة والتي لم يلتفت إليها كبار السوق، وهذه ممكن تكون هي نواة لإنشاء أفكار كثيرة من المشاريع اللي أنت يعني لم تخطر على بالك أو على عقلك نهائيا. حاول أنه أنت تتبع دائما أخبار الشركات الناشئة وتشوف أفكارها، وتحاول أنه أنت يعني تعتمد بعض الأفكار أو تفكر وتحلل بعض الأفكار اللي هم بيطرحوها اللي ممكن أنت تستفيد منها لإنشاء مشروعك الخاص. وأنا طبعا عملت اللي هو حلقة أو فيديو خاص بعملية الاستحواذ اللي بتتم من الشركات الكبيرة على الشركات الناشئة، ممكن أنت طبعا تشاهد هذا اللي هو الحلقة، وأنا هحط طبعا اللي هو رابط هذه الحلقة في وصف الفيديو، ممكن أنت تطلع عليه وتشوف اللي هو كمية الاستحواذات اللي بتتم من الشركات الكبيرة على الشركات الناشئة وكيف هم بضيفوا نقل نوعية لأداء هذه الشركات. بالنسبة للخطوة العاشرة فهي أهم المستجدات والأحداث التي تتجه إليها الأسواق العالمية والأسواق الجديدة. فعند الرجوع للوراء 30 عام فنجد أن الكثير من المنتجات والسلع لم تكن موجودة نهائيا، واليوم هي موجودة. يعني خلينا لو إحنا تتبعنا المستجدات والترندز العالمي لأين تتجه الخدمات والمنتجات الجديدة المستحدثة، فممكن إحنا نبتكر سوق جديد أو خدمة جديدة أو منتج جديد لشركتنا، ممكن أبدأ فيها مشروعي الخاص أو أوسع من خلال شركتي الخاصة. وهذا طبعا ما نسميه باستراتيجية السوق الأزرق، واللي إن شاء الله حنتناولها بشكل مفصل وعلى شكل كورس في قناة 10 minutes، اللي هي حنتناولها استراتيجية السوق الأزرق وأهم مبادئها وأهم مؤشراتها واللي أنت ممكن تستفيد منها لغزو الأسواق الجديدة وابتكار المنتجات والسلع الجديدة إن شاء الله تعالى. وخير مثال على ذلك هو سوق أزرق جديد، هو برامج مكافحة الفيروسات والتي لم تكن موجودة قبل 30 عام. يعني سوف تلاحظ أن الكثير من الشركات والكثير من الأفراد يلجؤون إلى شراء هذه البرامج بأسعار خيالية حتى يحموا بياناتهم وبياناتهم الخاصة، بالإضافة إلى بيانات الكاستمرز الخاصين بهم. عشان هيك لازم إحنا دائما نبحث في الترند والمستجدات الجديدة، لأنها ممكن تكون باب رزق جديد أو فكرة جديدة. الخطوة 11 هي شراء حق الامتياز أو الفرانشايز، وهذه طبعا من أسرع طرق للشهرة والنجاح في عالم الأعمال، حيث أنك تنظر إلى السوق المحلي وتنظر إلى السلع الغير متوفرة أو المنتجات، وبالتالي بتعمل على شراء فكرة معينة بدلا من ابتكارها، ومن خلال هذه الفكرة ممكن تحقق ملايين الدولارات أو مبيعات بالملايين جراء اللي هو نقل فكرة من السوق العالمي إلى سوقك المحلي. طبعا وهذه يعني تعتبر من أشهر الطرق للنجاح والشهرة والثراء في العالم، يعني لأنه أنت ما بتحتاج إلى تكلفة الابتكار أو التفكير في ابتكار منتج جديد، إنما المنتج جاهز أو السلعة جاهزة، ما عليك إلا أن تشتري حق الامتياز وتبدأ ببيع هذا المنتج الغير متوفر في بلدك.
الخطوة الثانية عشر أعزائي المشاهدين هي استغلال المناسبات أو الأحداث الموسمية. فكثير من البائعين أو الشركات يعني بيستثمر هذه المناسبات لبيع المنتجات الخاصة بهم، مثل يعني المواسم أو المناسبات الوطنية، مواسم انعقاد المونديال، المناسبات الرياضية أو الفنية، وبيبيعوا هذه المنتجات وبحققوا منها ملايين الدولارات، خصوصا البيع أونلاين لهذه المنتجات. ودعونا نضرب مثال بسيط على بيع الأقنعة في زمن انتشار مرض الكورونا. كثير من الشركات استغلت هذا طبعا المرض وانتشاره في العالم، وباعت وحققت ملايين الدولارات جراء بيع هذه الأقنعة في زمن انتشار الكورونا. وبختم حلقة أعزائي المشاهدين بعدة نصائح وتوصيات. التوصية الأولى وهي الشرط في نجاح فكرتك ليس هو مدى شغفك أو حبك لهذه الفكرة، وإنما أيضا مدى عشق جمهورك لها، وهذا الشرط الأول. النصيحة الثانية أعزائي المشاهدين، حاول أنه أنت تركز على إنتاج خدمة معينة، إنتاج سلعة واحدة، وركز من خلال هذه السلعة على فئة أو شريحة واحدة أيضا، فئة عمرية معينة، منطقة جغرافية محددة. حاول أنه أنت تبدأ دائما بالتدريج، تبدأ من اللي هو الأساس، بعد هيك ممكن تتوسع، يعني احتمالية التوسع والنجاح بعدك تأتي لاحقا، ولكن ابدأ صغيرا أو ابدأ بمنتج واحد وركز على فئة واحدة، وبعد ذلك تدرس اللي هو مدى احتمالية النجاح والتوسع. النصيحة الثالثة أعزائي المشاهدين، حاول أن تبرمج فكرتك أو مشروعك أو منتجاتك على شكل أونلاين بروجكت، لأنه زي ما أنت بتلاحظ اليوم من أنجح المشاريع على الإطلاق في عالمنا اليوم هو المشاريع أونلاين، خصوصا في زمن انتشار الوباء الكورونا أو في يعني غيره، لأنها تعتبر من أنجح الطرق والوصول إلى الزبائن عالميا، واللي ممكن يدر عليك أرباح بالملايين نتيجة أنه أنت بتستهدف اللي هو كل الناس في العالم وليس فئات أو شرائح معينة. وبالتالي دائما فكر أنه أنت تبرمج مشروعك أو منتجك أو خدمتك أونلاين لكل الناس. ويمكن بعرج على هذا القول أنه كثير من الشركات أصبح موظفيها يعملون عن بعد، خصوصا الشركات العالمية أو الشركات حتى المحلية اعتمدوا اللي هو العمل عن بعد، خصوصا في ظل انتشار وباء الكورونا، عافانا الله وإياكم من هذا المرض. أعزائي المشاهدين، هيك أنا بكون وصلت لنهاية حلقتي لهذا اليوم، بتمنى أن الحلقة تنال إعجابكم. طبعا ما تنسوا الإعجاب والاشتراك في قناتي ونشر هذه المعرفة والعلم لغيركم من الناس. بشوفكم في الحلقة القادمة، ولا تنسوا طبعا متابعتي على حسابي على يودمي إن شاء الله، يعني أنا حرفع لكم اللي هو دورة جديدة إن شاء الله قريبا على يودمي، وهي كيف تنشئ دراسة جدوى في 90 دقيقة. تابعوا هذا الحساب وإن شاء الله يعني حنكون مع بعض في التطوير المستمر للمحاضرات وللدورات اللي إن شاء الله حتكون من خلال 10 minutes. وبختم حديثي بقول الله عز وجل، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. بشوفكم في حلقة قادمة وأنتم بكامل الصحة والعافية إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم المهندس يوسف الحرام قناة 10 minutes. أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة ومميزة ورائعة من برنامج كوكتيل 10 minutes، واللي حنبدأ فيها حلقتنا لهذا اليوم 8 أفكار لمشاريع ممكن أنت تبدأها في العام 2020. فتابع معنا حلقة هذا اليوم لأنها مهمة جدا، ممكن تكون تغيير في ستايل ونمط حياتك أنه أنت تبدأ مشروعك الخاص. عشان هيك هذه الحلقة مهمة جدا وممكن تكون أيضا لها تأثير على ناس كثيرين، عشان هيك بنقول لك شارك الحلقة ولا تنسى الإعجاب، وخليك معنا بعد هذا الفاصل. وخلينا قبل ما نتطرق إلى هذه الأفكار بالتفصيل نحكي عن شغلة مهمة جدا وهي ضرورية لمن يبدأ فكرة مشروع في العام 2020. طبعا من الضروري على كل شخص يود أن يبدأ فكرة أو مشروعه الخاص أن يبحث عن ما يحتاجه الناس ويعمل على تلبيته من خلال الشغف أو المجال الذي يحبه في الحياة أو خلال عمله. وأنصح من هذا المقام بأن تترجم شغفك إلى مشروع تجاري، إلى سلعة أو خدمة أو منتج تبيعه للناس، بحيث تلبي من وراء هذا الشغف مطلب أو احتياج للناس في الواقع الحقيقي. وكل
شخص منا يحاول أن يطبق فكرة ما يجب عليه تطبيق أو عكس هذه الفكرة على الواقع، وذلك من خلال أدوات أو تقنيات متعددة، منها عمل دراسة جدوى أو بزنس بلان أو عمل مقترح عمل وما إلى ذلك من الأدوات التقنيات اللي ممكن هي تعطي انطباع ما بدأ قابلية فكرته للتطبيق أم لا. وخلينا نبدأ معكم بأول فكرة، وهي افتتاح مطعم متخصص بأنواع معينة من الطعام. وخلينا نتطرق هنا إلى أنه نحكي أنه فكرة افتتاح مطاعم متخصصة هي فكرة جيدة وفكرة قابلة للنجاح، ولكن يجب عليك أن تتميز عن غيرك من المنافسين من حيث الشكل أو المضمون أو التقديم حتى تحظى بميزة تنافسية لدى الفئة اللي أنت تستهدفها. وخلينا نذكر هنا أمثلة لبعض المطاعم المتخصصة، مثل مطعم يقدم وجبات صحية، مثل مطعم أيضا يقدم وجبات خالية من السكر أو مشروبات خالية من السكر، أيضا هناك مطاعم تقدم وجبات بناء على طلب الزبون، وهذه ممكن تكون مكلفة، لذلك يجب على اللي هو من يقدم على هذه الفكرة أنه يراقب تكاليفه دائما بشكل مستمر. بالإضافة إلى فكرة افتتاح مطعم متخصص في الأطعمة الخاصة بالأطفال أو افتتاح مطعم متخصص في الأكلات النباتية التي لا تحتوي على لحوم حمراء، وبالتالي فهو مهم للفئات التي تبحث عن الأكلات الصحية. وهناك أيضا أفكار أخرى كثيرة ممكن أنت تتخصص فيها في افتتاح اللي هو المطعم الخاص بك، ولكن أهم شيء يجب عليك أن تتميز بفكرتك من حيث الشكل أو المضمون أو التقديم. الفكرة الثالثة هنتكلم عنها أيضا أنه إنشاء قناة على اليوتيوب. ممكن من خلال هذه القناة أنه أنت تقدم نصائح أو توجيهات أو تقدم إرشادات أو تقدم مثلا حلول لمشاكل معينة لفئات الناس، أو ممكن تضيف معلومات قيمة، ممكن تضيف اللي هو قيمة وتغيير في حياة الناس، whatever كان الهدف الغرض اللي أنت بتستهدفه، ولكن ممكن أنت تقدم منافع كثيرة للناس من خلال هذه القناة. وبنأكد هنا على نصيحة مهمة، وهي أن تقدم المحتوى الخاص بك أو المجال الذي تبدع فيه. قدم المحتوى في المجال الذي أنت متخصص فيه أو مبدع فيه، بحيث يلاقي له قبول لدى الجماهير ويعبر عن شخصيتك وعن كيانك وعن المجال الذي أنت تتقنه. فكرة ثالثة معنا هو فكرة إنشاء مشروع يعتمد على مخلفات البيئة أو يعتمد على إعادة تدوير مخلفات البيئة، مثل الأخشاب والمعادن والزجاج. وكثير من الناس إحنا بنشوفهم اللي هو بيفتتحوا مشاريع خاصة بتكون مصدر دخل لهم من خلال استغلال مخلفات البيئة، وهناك أيضا تأييد كبير لمن يستثمرون البيئة بالشكل الأمثل. فحاول تشوف إنه أنت شو المجال اللي ممكن تبدع فيه وتستثمره من خلال مخلفات بيئية وتحولها إلى منتجات وسلع وخدمات أنت ممكن تقدمها للناس وتبيعها بأثمان زهيدة. الفكرة الرابعة معنا هو فن التطريز للسيدات، حيث يمكن لكل سيدة أن تفتتح مشروعها الخاص من داخل منزلها من خلال فن التطريز، وممكن تتعلم هذا الفن أيضا إذا هي كانت لم تتقنه. وكثير من السيدات لهن قصص نجاح من خلال هذا المجال. طبعا وكل سيدة قادرة على تسويق منتجاتها اللي هي بتصنعها داخل المنزل من خلال موقع السوشيال ميديا الخاص فيها، أو من خلال التعاقد مع متاجر متخصصة تتعاقد معها وتبيع لها منتجاتها في هذا المجال. طبعا التكنولوجيا سهلت على هذه المشاريع التسويق المجاني من خلال موقع السوشيال ميديا الخاص بكل سيدة، أو من خلال التعاقد مع متاجر متخصصة في بيع تلك المنتجات. ومعنا اليوم أيضا الفكرة الخامسة، فكرة بيع الملابس المخصصة للمواسم والأعياد، حيث يمكن لك إنشاء مشروعك الخاص من خلال صنع الملابس المخصصة لهذه المواسم، مثل مواسم الأعياد، مواسم المناسبات، مثل موسم انعقاد المونديال. ممكن أنت تبيع ملابس رياضية مثلا أونلاين، يعني تعمل موقعك الخاص أو على المواقع العالمية وتبيع منتجات رياضية، وممكن تفتح لك مشروع خاص وإدرار دخل جراء هذه الفكرة. الفكرة السادسة أيضا من أكثر الأفكار اللي أعجبتني بصراحة، هي فكرة افتتاح مدارس سياقة متخصصة، بحيث أنه يكون فيها ميزة تنافسية تتميز فيها عن المدارس السياقة اللي هم المختلفة. خلينا نقول مثال ذلك اللي هو مدرسة لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة فن السياقة، ممكن أنت تتميز فيها عن غيرك من المدارس. ممكن أيضا تشوف فكرة معينة أو تضيف شغلة معينة تتميز فيها عن الآخرين.
والفكرة السابعة معنا أيضا، ممكن أنت تنشئ اللي هو كلاب أو تنشئ مركز لتعليم الأطفال أصول الإتيكيت وفن التعامل. كثير من الآباء والأسر أصبحوا يبحثون عن من يطور ويسق المهارات وشخصية أبنائهم. أنت ممكن تكون أول مركز أو أول نادي في بلدك تنشئ هذا المركز ليعلم أصول فن الإتيكيت للأطفال، وهذا قد يكون مصدر دخل كبير عليك إذا أحسنت استثماره واستغلاله. وبنيجي للفكرة الثامنة، وهي مشاريع الانترنت أو الأونلاين بروجكت، واللي هي تعتبر من أفضل المشاريع على الإطلاق الموجودة في الوقت الحالي، لأنها بتدر عليك دخل كبير جدا وعوائد لا يمكن تخيلها من خلال إمكانيات وموارد بسيطة جدا. خلينا نذكر السبب أنه إحنا بنقول ليش هي أفضل مشاريع على الإطلاق، لأنها لا تحتاج إلى مكان مخصص، ممكن من داخل بيتك أنت تمارس هذا العمل من خلال يعني لابتوب بسيط وإنترنت، وكمان لا تحتاج إلى رأس مال، بالتالي أنت ممكن تنشئ مشروعك الخاص على الانترنت من خلال اللي هو اللابتوب الخاص فيك في المنزل. خلينا نذكر هنا بعض الأمثلة اللي ممكن أنت تشتغل عليها في بدايتك. ممكن أنت اللي هو تعمل على إعداد كتاب إلكتروني في المجال اللي أنت تبدأ فيه أو في المجال اللي أنت متخصص فيه، نسميها طبعا الإي بوكس. وممكن أنت من خلال موقعك الخاص أو من خلال السوشيال ميديا أو من خلال موقع عالمي أنت تسوق لهذا الكتاب اللي بيحتوي على طبعا شغلات إبداعية أو محتوى إبداعي في مجالك. ممكن أنت تسوق له وتبيع هذا المنتج وتربح من وراءه آلاف الدولارات اللي ممكن يكون متاح للعالم كله. ودعنا ننظر مثال آخر على اللي هو الأونلاين بروجكتس. ممكن أنت أيضا اللي هو تنشئ دوراتك التعليمية الخاصة أو نسميها الأونلاين كورسز، وتنزل هذه الدورات على مواقع عالمية مثل يوديمي أو على مواقع إلكترونية خاصة ممكن تسوق لك إياها، أو على موقعك الخاص أو حتى على السوشيال ميديا ممكن تسوقها بشكل مجاني. وممكن أيضا كثير من الزبائن أنهم يحتاجوا هذا الكورس ويلاقوا فيه منفعة حقيقية لهم، وبالتالي ممكن يشتروا منك بالقيمة اللي أنت بتطلبها منه. وخليني أبلغك أيضا معلومة مهمة جدا، هو أنه ممكن أنت تبيع هذا الكورس لجميع الناس في العالم بأي وقت في أي زمان في أي مكان، أنه أنت تبيع هذا الكورس، وأي واحد ممكن يشتري منك هذا الكورس أيضا اللي هو في أي منطقة في العالم في أي وقت، وأنه يحوز على هذا الكورس بدون أي تعامل اللي هو مباشر بينك وبينه، مجرد أنه هو يدفع ثمن هذا الكورس ويأخذ هذا الكورس ويصير بين إيديه في أي وقت متع. وكمان في معلومة مهمة جدا لازم انت تعرفها، انه ايرادات العمل على الانترنت خلال العام 2017 بلغت 10 مليار دولار، يعني بامكانك انت تكون جزء من هذه المنظومة. وخلينا ننوه لنقطة مهمة جدا، هو لازم انت تستثمر شغفك في انك تحوله الى شيء يحب الناس، الى شيء يحتاج الناس، الى منفعة حقيقية للناس عشان يشتري منك اللي هو الزبون هذا الكورس بالثمن اللي انت بتطلبه منه. والحقيقة انه هذا العمل مميز جدا، ليش؟ لانه لا يحتاج طبعا الى مال، لا يحتاج الى مكان مخصص، لابتوب وجهدك ومحتواك انت بتبدع بطريقتك وبتنزله على شكل كورس في المواقع العالمية، فقط هذا المطلوب منك. وخليني أبوح لك بسر خطير جدا، هو أن أصحاب المال والأعمال والبزنس دائما يدفعون المال الكثير لمن يساعدهم في اللي هو الحصول على الصار، تميزهم عن منافسيهم وتنوع لهم الدخل اللي هم بيحظوا أنهم دائما يعززوه. لذلك ليش أنت ما تكون واحد من أولئك الذين طبعا يقدمون مواد تدريبية نوعية تساعد الغير وتفيدهم بأنهم يتميزوا عن غيرهم وتكسب هذا المال الوفير. لذلك كثف جهدك، حاول تستثمر طاقاتك بالشكل المطلوب والمناسب، انه انت تعمل مادة تدريبية لو بسيطة جدا وتبدأ منها من هذا الطريق. وان شاء الله انا حامل على اعداد حلقة خاصة بالجزء العملي اللي نستعرض فيه المواقع مثل يودومي، ونوضح في بعض الامثلة لاشخاص كثير انهم بيستثمروا هذه المواقع في بيع كورسات اونلاين، وحنضرب امثلة كثيرة واقعية عليها، فخليكم معنا وتابعوا حلقاتنا الجاي ان شاء الله تعالى. وخلينا نذكر هنا مثال على الأونلاين بروجكتس أو التسويق بالعمولة طبعا، وهو من الأعمال التي اشتهرت في الفترة الأخيرة لأنه يدر عائد كبير عليك، وفي ناس كثير فتحت اللي هو بزنس من وراء هذا
المشروع. وخلينا نذكر هنا مثال على اللي هو شركة أمازون العالمية. كثير من طبعا رواد الإنترنت واللي بيشغلوا أونلاين بيسوقوا لشركة أمازون من خلال تسويق منتجاتها أو خدماتها. بقوم أشخاص كثير بيشتروا طبعا هذه المنتجات من خلال رابط أنت ممكن تحطه في وصف فيديو لقناتك أو من خلال التسويق على اللي هو المواقع الخاصة بك على السوشيال ميديا أو على موقعك على الإنترنت. وممكن أيضا تعزز عملية الشراء أنه أنت ممكن تعمل إعلانات ممولة لتجذب فيها زوار أنهم يشتروا هذه المنتجات، وأنت بالتالي بتكسب المال الكثير والوفير جراء تسويقك لهذه المنتجات. وهناك شكل مهم أيضا من أشكال الأونلاين بروجكتس، وهو التسويق الإلكتروني أو العمل كأدمن لأحد الصفحات التسويقية. أنه ممكن أنت تتقاضى أجر أو راتب شهري مقابل أنه أنت تبيع منتجات هؤلاء اللي هو الشركات من خلال طبعا موقع السوشيال ميديا الخاص بك أو المواقع الخاصة بهذه الشركات. يعني أنت في الآخر حتتقاضى راتب أو أجر مقابل كل عملية بيع لمنتجات هذه الشركات. وممكن هذا يفتح لك بزنس كبير وتتوسع فيه في المستقبل وبشكل كبير. بختم معكم أعزائي المشاهدين بآخر شكل من أشكال الأونلاين بروجكتس، وهو الفريلانسينج، حيث أنه من الممكن أنه أنت تعمل كفريلانسر لو أنت كنت يعني تهوى مجال معين مثل التصوير، المونتاج، الموشن جرافيك أو أي مجال أنت بتحبه. ممكن أنت تترجمه إلى أعمال، وهذه الأعمال أنت تعرضها في المنصات الخاصة بالعمل الحر أو بالعمل عن بعد، واللي أنت ممكن يعني تعرضها بشكل مميز. ومش شرط يعني على موقع عالمي مثل خمسات أو فايفر أو وورك أب، ممكن تعرضها على موقع السوشيال ميديا الخاصة فيك أو على موقع الإلكتروني ويجي زبون ويدفع لك مقابل هذه الخدمة. فأنت ممكن تحصد اللي هو المزيد من المال مقابل عمل الفريلانسي أو العمل عن بعد اللي لا يكلفك إلا يعني موقع أو مكان مخصص في منزلك ولابتوب وإنترنت. ممكن تبدأ العمل بشكل مباشر وتجني المزيد من المال. وبنختم حلقتنا لهذا اليوم بنصيحة هامة، أن كل شخص لديه مميزات مختلفة عن الأشخاص الآخرين في المواهب، في القدرات، في السكيلز أو في المعرفة أو في العلم. حاول أنت تستثمر علومك، طاقاتك، معارفك في أنه تعبر عنها بكتاب إلكتروني إي بوكس أو بقناة يوتيوب أو بدورة تعليمية وتنزلها على منصات العالمية، ومن خلال ذلك اللي هو تقدم قيمة للناس أو منفعة حقيقية للناس اللي تساهم في تغيير حياتهم وتقدم لهم قيمة نوعية تضيف إليهم طبعا اللي هو فوائد في كثير من المجالات. وهيك أنت بتجني على المزيد والمزيد من المال رغما يعني عن أنف أي شخص، أو سيأتيك المال راغما ما دمت تقدم قيمة للناس تفيدهم في حياتهم وتساهم في تغييرها. وهيك بنكون أعزائي المشاهدين وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم. بتمنى تكون الحلقة نالت إعجابكم. طبعا ما تنسوا الإعجاب والاشتراك في قناتي ومشاركة هذه الحلقة لغيركم من الناس حتى يصل العلم والمعرفة لغيركم، يستفيد من هذه الحلقة أشخاص ممكن يكونوا لا يوجد لديهم مصدر دخل، وبالتالي هذه الأفكار قد تلهمهم بأن يكون لديهم مصدر دخل جديد في العام 2020. بتمنى لكم كل سعادة وكل عام وأنتم بخير، وبستناكم طبعا وينتظروني في حلقة قادمة لنوضح فيها الجانب العملي لهذه الأفكار الثمانية. إن شاء الله حنزل شرح عملي خاص لهذه الحلقة، فانتظروني في الحلقة القادمة. وبختم حديثي بقول الله عز وجل: وما توفيق إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم المهندس نصر الحنون قناة 10 مينتس، ومعكم اليوم في حلقة جديدة ورائعة مميزة تتناول الجانب العملي للحلقة الماضية اللي احنا غطينا فيها 8 أفكار لمشاريع ممكن انت تبدأها في العام 2020. وخليكم معنا في الجانب العملي، ويلا نروح لللابتوب ونوضح فيها هذه الأمثلة بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا فيكم مشاركينا الاعزاء ومشاهدي قناه 10 مينتس. اليوم برحب فيكم في شرح بعض الامثله العمليه اللي احنا حنشرحها على الحلقه الماضيه. طبعا رفعنا الحلقه الماضيه 8 افكار مشاريع مربحه، بتمنى من الجميع يشاهد هذه الحلقه لانها مهمه جدا من اهم حلقات 10 مينتس. وخلينا احنا نبدا بالامثله العمليه، وحابين بس ننوه لنقطه انه يا ريت دعمنا يا جماعه وتشيروا هذه القناه لاصحابكم ولاصدقائكم، ما تنسونا بالدعم
دعم لأنه 304 مشتركين، للأسف عدد المشتركين قليل، بتمنى دعمكم دائما لهذه الفيديوهات بالإعجاب والاشتراك. وخلينا نبدا بالمثال الاول وهو موقع يودمي او منصه يودمي. طبعا يمكن كل او بعضكم سمع في منصه يودمي انها منصه للكورسز اللي بتكون اونلاين، يعني انت ممكن تكون ستودنت تتعلم طبعا كورسز من خلال منصه يودمي، او ممكن انت تكون مدرس ايضا اللي هو تقوم برفع الدورات التربيه في مجال تخصصك وتبيع هذه الدورات اونلاين طبعا لمين؟ لجميع الناس في العالم. طبعا هذه المنصه منصه يودمي مفتوحه للجميع في اي وقت في اي مكان، لا حدود لا عوائق لا اي حسابات اخرى. خلينا نشوف ونبدأ معكم نستعرض الموقع بشكل كامل. زي ما انتم شايفين الكورسز معروضة، أسعار مختلفة، في عنا أسعار رمزية، في عنا أسعار معقولة. هنا بالسيلر بيديك طبعا زي ما انتم ملاحظين هنا بيديك معلومات انفورميشن على الدورة التدريبية. خلينا احنا ناخذ نبذة بسيطة عن الموقع كإحصائيات أو كستاتستيكس. هذه الواجهة يعني لموقع يودمي، ننزل على الستاتستيك بتحكي انه 50 مليون طالب على هذا الموقع، 150 ألف دورة تدريبية، 57 ألف مدرس، 295 مليون كورس انرولمنت يعني مسجلين ضمن هذه المنصة، 33 مليون منت اوف فيديو، أكثر من 65 لغة تضم هذا الموقع. طيب خلينا نعمل ساين اب لو انا حابب اعمل اكونت على هذه المنصه. زي ما انتم ملاحظين فول نيم، الايميل، الباسورد، تعمل يس، تعمل ساين اب، بصير لحضرتك اكونت على هذه المنصه. خلينا نعمل لوج ان. طبعا لوج ان انا حسجل باسم اللي هو حسابي على الفيسبوك، ممكن تسجل ايضا ممكن حساب جيميل لو حبيت. الآن خلينا نستعرض بعض العناصر الرئيسية. زي ما تشايفين هنا في عندي كاتيجوريز، كاتيجوريز طبعا مصنفين للمجال اللي انت بدك يعني تتدرب فيه، development, business, finance, IT, whatever المجال اللي انت بتحبه. خلينا نروح على entrepreneurship، وعن popular topics في entrepreneurship زي ما انتم ملاحظين خلينا نختار اللي هو الستارت اب، لانه انا بجهز ان شاء الله دوره في هذا المجال، دوره بعنوان اللي هو المشاريع او دوره المشاريع الصغيره لرجل الاعمال الصغير. وخلينا نشوف الستارت اب كورسز. هذه كل الكورسز اللي لها علاقه بالستارت اب. زي ما انتم ملاحظين 569 الف طالب، في عندنا فلترنج ممكن تتعمل ايضا للمواضيع او المجالات اللي انت بتهواها. زي ما انتم ملاحظين بيست سيلر لهذا الرجل انتربرينورشيب، هاو تو ستارت اي بزنس فروم بزنس ايديا. خلينا نروح نعمل فلتر للماركتينج مثال. طبعا هنا بدي كل الماركتينج كورسز اللي هي طبعا بتهواها او بتحب تبحث عنها. دعونا استعرض معكم اللي هو البروفايل الخاص فيا، يعني ممكن اي شخص حابب انه يعمل اكونت حتجي له بعض الخطوات. لو انت حابب ترفع كورس من هنا نيو كورس، تدخل طبعا من هذه الأيقونة نيو كورس، في عندك ستيبس من 1 لـ 4، انت ممكن تضغط على الكورس هذا نيو كورس وتسجل اللي هو اسم الكورس وتتتبع الخطوات. خلينا نمشي بشكل سريع. هنا يعني معلومة مهمة جدا حابب يعني أهديها لحضراتكم، إعداد دراسة جدوى مصغر المشروع في 90 دقيقة. يعني أنت قادر من خلال هذا الكورس إن شاء الله تكون قادر على إعداد دراسة جدوى، وبالتالي تعرف مدى جدية مشروعك للنجاح أم قابلته للفشل. إن شاء الله هذا قريبا حنزل على حسابي على يودمي، تابعوا هذا الدورة أو الكورس المجاني، حاعلن عنه في قناتي 10 minutes إن شاء الله تعالى. طبعا حيكون مجاني لمشتركين القناة. بالإضافة خلينا نعرض مثال آخر عملي أيضا على الأفلييت ماركتينج. الأفلييت ماركتينج احنا طبعا شرحنا عنه في الحلقة النظرية، هو التسويق بالعمولة. انت ممكن من خلال الديسكريبشن الخاص بقناتك او الخاص بالسوشيال ميديا او الخاص بالموقع الالكتروني تضع روابط من خلال تسوق لمنتجات وخدمات الآخرين وتكسب من وراها فلوس. يعني مبدأ وين وين سيتويشن، الموقع اللي انت بتسوق له حيربح وانت بنفسك حيكون لك عمولة جراء بيع هذا المنتج او الخدمة من خلالك. هنا بنستعرض قناة زميلنا محمد
عليه طبعا The 12 Week Year، بستعرض هذا الكتاب وبقدم شرح وافي عنه. هو زي ما انتم شايفين شرح هذا الكتاب، وبحط طبعا نسخة الصوتية ونسخة الورقية. لو دخلنا على النسخة الورقية هتجد انه الرابط موجود، بياخدك على موقع امازون زي ما انتم ملاحظين يا جماعة، بتشتري هذا الكتاب سواء كيندل او ام بي 3 سي دي او هارد كفر $10.49. وخلينا نرجع ايضا نشوف معدات التصوير اللي بيستخدمها والتي يسوق لها زميلنا محمد علي. زي ما انتم ملاحظين الكاميرا، لو دخلنا على هذه الكاميرا هنشوف الكاميرا اللي هو بيستخدمها، وممكن ايضا انت تشتري هذه الكاميرا من خلال باي ناو، وبالتالي انت حيكون لك وبالتالي هيك انت اشتريت بالفعل الكاميرا اللي بيستخدمها زميلنا محمد علي. طبعا صار ربح لشركة امازون بالاضافة الى عمولة او نسبة من الربح لميل محمد علي عادت عليه ايضا بالفائدة. وبالتالي انت ممكن تسوق لاي شركات مثل امازون، اي باي، علي بابا، او تيفر، الشركة اللي انت بتسوق لها ممكن تكسب من وراء هذا فلوس. وخلينا ندخل على كورس التخطيط الفعال لزميلنا محمد علي. زي ما انتم ملاحظين كورس على منصة يوديمي، قبل قليل استعرضنا هذا الموقع. لو دخلنا وعملنا اشتراك الآن، طبعا هنا بعض الميزات اللي عملها الأستاذ محمد علي. زي ما انتم ملاحظين منصة يوديمي رجعنا لها. طبعا هنا الكورس تعلم تخطيط الفعال تنظيم حياتك $9، هذا الكورس كان $19 طبعا لزميلنا محمد علي. طبعا هنا وصف الكورس، ماذا سوف تتعلم، شو المتطلبات، شو الوصف. طبعا هاي الكورس كونتنت موجود زي ما انتم شايفين، وممكن انت تستعرض يعني بعض الفيديوهات المجانية اللي ممكن يشرح لك فيها عن طبيعة هذا الكورس. هيك بنكون يعني انهينا او استعرضنا بعض الامثله اللي لها علاقه بالافلييت ماركتينج. خلينا ندخل على مثال اخر، imi.com. هذا الموقع يا جماعه من اشهر مواقع الالكترونيه اللي انت ممكن من خلالها تبيع صور. لو انت هاوي صور، هاوي تصوير، تلتقط بجوالك يعني بعض الصور النوعيه او النادره، ممكن انت من خلال هذا الموقع تبيعها اونلاين، وبالتالي ممكن يكون لك مصدر دخل ايضا. وبالتالي هناك مواقع كثيره ممكن انت ايضا تبيع هذه الصور اللي انت كنت هاوي في هذا المجال، فاطرق هذا الباب يلا بسرعه ما تستنى. وانا هيك يعني بنهي طبعا حلقتي او عرض بعض الامثله والنماذج العمليه لحلقه افكار المشاريع، 8 افكار مشاريع مربحه. طبعا بدعوكم للاشتراك بقناتي، وما تنسوا اللايك والاعجاب، وتشاركوا هذه القناه لاصدقائكم لاصحابكم، لانه للاسف القناه بتعاني من قله المشاركين ومن قله المعجبين. بتامل هذه الحلقه تكون نالت اعجابكم، ونشوفكم في حلقات وتطبيقات عمليه اخرى ان شاء الله تعالى. أعزائي المشاهدين، هيك بنكون انتهينا من حلقة هذا اليوم والتي تناولت الجانب العملي. الحلقة الماضية اللي تناولنا فيها الأفكار 8 لأفكار مشاريع صغيرة ممكن تبدأها وتكون مصدر داخل لإلك في العام 2020. بتمنى الحلقة تكون نالت إعجابكم. لو بالفعل نالت الإعجاب، ما تنسى اللايك، ما تنسى الشير، وما تنسى تفعل زر الجرس ليصلك كل جديد من قناة 10 Minutes. بختم حديثي بقول الله عز وجل: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، هيك أنا بحب أهنيكم إنكم بقيتم معنا لآخر هذا الكورس، وإن شاء الله تكونوا قادرين بعد هذا الكورس على إيجاد الفكرة الخاصة لمشروعكم المستقبلي واللي بتناسب مهاراتكم وقدراتكم ومؤهلاتكم العلمية. أنا هيك بكون يعني وصلت رسالتي. طبعا ما في عذر أو مبرر لإنسان يعني شاهد هذا الكورس ما يبدأ في إيجاد فكرته الخاصة ويبدأ على أثرها مشروعه الخاص. طبعا هناك كورس مجاني للبدء أو لتأسيس مشروعك الخاص على قناة 10 Minutes. تابع هذا الكورس، هتجد فيه حلقات مميزة هتساعدك على البدء بشكل عملي بالفكرة المناسبة اللي انت أوجدتها.
وفي نهاية هذا الكورس أنا بتمنى من حضراتكم يعني تدعمونا بالتعليقات والآراء البناءة والاقتراحات اللي ممكن تثري عملنا ونطور من أداء عملنا في سواء في قناة على اليوتيوب أو في حساب على يودمي. وأنا حستمر بوعدكم في مزيد من الدورات على حساب على يودمي وإن شاء الله تكون مفيدة وبناءة لكم. وأنا بوعدكم أني أجاب كل شخص على السؤال اللي هو بيطرحه أو بيرسله إلي، هجابه بشكل مفرد وبشكل خاص بحيث أنه يكون هناك قيمة قصوى أو استفادة من هذا الكورس أو من هذا السؤال. وبتمنى دائما دعمكم يا جماعة، لا تبخلوا علي بالدعم المستمر من أجل المواصلة والاستمرار، شجعونا دائما لأنه إحنا مع بعض بنقدم قيمة لهذا المجتمع ولفئات الشباب اللي إحنا لازم نساعدها على إيجاد فكرتها الخاصة والبدء بمشروعها الخاص والاتجاه نحو الاستقلال المالي والحرية المالية اللي كل طبعا بيبغى للوصول إليها. وأنا بدعوكم أيضا وبأكد على استغلال واستثمار الوقت اللي إحنا طبعا بضيع للأسف في أثناء فترة الحجر الصحي، هي أعظم فترة لأنه أنت تطور فيها نفسك وتشاهد الكورسات المفيدة والمميزة وتابع قناة 10 Minutes لأنه حتجد فيها الموضوعات الكثيرة والمتنوعة والمتعددة اللي حتفيدك على المستوى الشخصي والمهني بإذن الله تعالى. كان معكم في هذا الكورس المهندس يوسف الحراني صاحب قناة 10 Minutes، بتأمل أشوفكم في كورس آخر وهو إعداد دراسة جدوى مصغرة لمشروعك في 90 دقيقة. بختم حديثي، ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير، وإلى لقاء آخر لنضيف قيمة لمجتمعاتنا العربية، والسلام عليكم.